استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط السيد محمد خداد عضو الأمانة الوطنية لإجابة البوليساريو ومنسقها مع المينيريسو المبعوث الخاص للرئيس الصحراوي. وبعد اللقاء أدلى المسؤول الصحراوي بالتصريح التالي لقناة الموريتانية: كان لي شرف مقابلة فخامة الرئيس محمد ول عبد العزيز، وحيث سلمت رسالة من أخيه الرئيس إبراهيم قالي تتعلق بآخر تطورات القضية الصحراوية ومساعي الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل، ولكن كذلك حول العلاقات بطبيعة الحال حول العلاقات الثنائية.